ما زلت أحكم هذه الدولة التي لا تنتهي حدودها 18 عاماً. الهاشمي الذي لا يشوب دمه شائبة. يوما بعد يوم أجد نفسي أبتعد عن المكان الذي وضعني فيه والدي. ابن جارية فارسية. إني أراه ينمو بعقل راجح وبصيرة نافذة، وأنا أرى أخاك محمدا إنه لن يكون أهلا لأن يخلفني. أشفق على محمد. لا تكثر من مخالطة عبدالله. لا أريد أن يدعى الأمين بعدوه، ولن أبتدئ حربا بيني وبينه أيا يكون الثمن. عبد الله رجل من صنع رجال، أما محمد فما هو إلا من صنع زبيدة. أنت ولي عهدي الأول. ما كسبت هذا إلا لنسبي، أما أنت فقد كسبت مكانة لا ينازعك عليها أحد. أن لي أن أكون أمير المؤمنين وأبا في آن معا. عبد الله شاب صالح نقي السريرة. أن تكون قد ظلمت يا أبتي. قد غلب علي جمالك يا عباسة. ما لا ترغب بي؟ لكنه جعفر يا أبتي، جعفر. وهذه دولة، ودولة فوق جعفر وفوق يحيى وفوق أنا. إنها العباسة. ما هي العباسة؟ أشك أنها حبلى. اللهم اغفر لي وليها. أشهد أن لا إله إلا عمر بن الخطاب. كان بإمكانه أن يأخذ البيعة لنفسه، إلا أنه آثر أبا بكر على نفسه. وعلي كان بإمكانه أن يشن حرباً لا هوادة فيها على معاوية، لأنه بحث عن أسباب السلام وحقن دماء المسلمين. لقد اتخذنا من الرحمة طريقاً لنا من قبل. إن والله أهل الحق وهم أهل الباطل، وما كلمتنا إلا كلمة الله، وكلمتهم كلمة الشيطان. لقد عفونا عند التكفرة، ما أخذتهم العزة بالإذن. أيها الجند، ما أنتم اليوم جند الرشيد أبداً، بل جند الله. أنا من آل البيت ولا أحد عما أنزل الله، وأحفظ سنة نبيه الكريم صلوات الله عليه. قد عزمت يا عبادة على أن أدعو الناس إلى الإسلام الحق، إسلام أهل السنة الذي يجب كل دعوات الشيعة والمهرطقين من أهل الاعتزال. أيام من التبسط والسلوى عند عليا، إن هي إلا أيام وتنسين كل مجالس الرشيد بمن فيه. لا يرى في الحرب إلا الغبار والدم. أرجوك لا تذهب. إني لا أخشى على دولة صنعها رجل مثل الرشيد من رجل مثل محمد، وإني لا أرى أني خير منه. لو أن عبد الله ينزل عن الخلافة طوعا فيعفيني من إيداله. لقد فعلها ابن زبيدة. ماذا فعل؟ لقد خلعك من ولاية العهد وسير الجيوش لحربك. ألم تسيري علي بخلع المأمون من ولاية العهد؟ لن نوقف هذه الحرب إلا أن يستسلم عبد الله ويعود معي مغلولا إلى بغداد. إذن أستعد للقاء طاهر بن حسين. لما أعجز عن أن أذهب إلى محمد وأنزل له عن كل ما يريد؟ أنزل الخلافة لعبد الله، وليتحمل هو مكارم الحق. لقد جعلتك في حل من العهد إلى الأبد. لقد فعل ما فيه صلاح حال هذه الأمة من حيث لم يحتسب. طوفوا برأس اللعين في الشوارع والأسواق. الله أكبر. قد تم الفتح يا أمير المؤمنين. رأس الأمين يا مولاي.